الحمد لله مكرمنا بشهر الصيام والقيام وما فيه من واسع جوده وعظيم أياديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه ظاهر الأمر وخافيه، منه المبتدأ ويعود جميع الأمر والخلق إليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. أكرم داعٍ إليه وخير دالٍ عليه، كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على الأسوة العظمى والقدوة المثلى في كل شانٍ وأمر، عبدك المصطفى محمد الذي خصصته وأمته بليلة القدر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا عالم السر والجهر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أمنائك لتبليغ عبادك ما به ينجون وللخير يحوزون وفي الدارين يسعدون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، ومن أجل تثبيتها وتقويم أسسها شرع لنا الصلاة والزكاة والصيام، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتتحققوا بحقائق التقوى وتتمكنوا التقوى في قلوبكم فتظهر آثارها على أعينكم وآذانكم وألسنتكم وبطونكم وفروجكم وأيديكم وأرجلكم وحركتكم على ظهر هذه الحياة. فإن من اتقى الله جل جلاله، أي توقى غضبه وسخطه ونقمته وعذابه بامتثال أمره واجتناب نهيه، تترشح منه أنوار التقوى وتفيض من القلب إلى جميع أعضائه في ظاهره وخفائه، فيستقيم على المنهاج من غير زيغ ولا اعوجاج. وفي ذلك يقول لنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصومنا في هذا الشهر الكريم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس المقصود صورة الصوم وليس المقصود مظهر الصوم، ولكن الحقيقة والمعنى، ولكن النور والسر في شأن هذا الصوم قلب بالله يتصل وعليه يتكل وإليه ينيب ولدعوته يستجيب، قلب يعرف من عظمة الله أنه خلق لحكمة تليق بعظمته، وأن إليه المرجع
وأن إليه المصير، فيستعد لذاك المصير بحسن المسير وحسن التفكير وحسن العمل وحسن القول وحسن الوجهة والنية في هذه الحياة الدنيوية التي تمر بالجميع وتنقضي على الجميع ويخرج منها الجميع. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهو أمر يستوي في اليقين به من آمن ومن كفر، فليس على ظهر الأرض من ملحد ولا من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا من صاحب أي ملة يؤمل البقاء في الحياة ولا يكذب بالموت الذي يختطف أقاربه وأصحابه وجيرانه ومن يعرف ومن لا يعرف من كبار وصغار في أوقات ليس تحديدها راجع إلا إلى الواحد القهار جل جلاله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومع يقينهم بالموت فعجبا لشان المؤمنين كيف لا يحسنون الاستعداد والتزود بأشرف زاد، وخيبة للكافرين الذين لم يؤمنوا بالمآب ويوم الحساب والرجعة إلى رب الأرباب. ووجودهم في الحياة دليل قوي واضح على صدق ما بين لهم الخالق بمن أرسل من رسله وأنبياه أنه يعيد كما خلق وأنه يرجعهم كما ابتدأهم جل جلاله. ولسنا نجد لمسلم ولا لكافر اختيارا سبق في مجيء إلى هذا الوجود وإلى بروز على ظهر الأرض، فكذلك العود وكذلك الرجعة لا اختيار فيها لأحد من صغير ولا كبير. كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فما أغفلهم عن خلقهم وما أغفلهم عن خالقهم وأنساهم له، وما أعجب عقولهم بل ما أغرب بل ما أسوأ بل ما أضعف عقولهم التي تشاهد البداية بعظمة من إله قوي قادر ثم تنكر الرجعة وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه يعيد الخلق وهو أهون عليه. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فسيقول قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطركم وأنشأكم من العدم أول مرة هو الذي يعيدكم جل جلاله. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أيها المؤمن بالله، إن تعجبنا ممن كفر كيف فاته إدراك الحق وإدراك الحقيقة واغتر بشهوات واغتر بترهات وظن أنه خلق عبثا ولم يخلق عبثا ولا لهوا ولا لعبا، ولا السماوات ولا الأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها المؤمنون بالله، فالأغرب والأعجب ممن آمن بالرجعة إلى الله
وهو حقيقة الإسلام والإيمان، الإيمان باليوم الآخر والرجعة إلى العلي القادر جل جلاله. ثم بعد هذا الإيمان يغتر بالشهوات كما اغتر من لم يؤمن، ويغتر بالأهواء كما اغتر من لم يؤمن، وينساب لدواعي النفس والهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وها أنت في مدرسة الصوم التي تخلصك من هذا الهوى وتخرجك من هذا الإغواء ومن هذا الردى ومن هذا الإنسياق وراء من لم يعقل من خلقه ولماذا خلقه وماذا يلاقي بعد انقضاء هذه الحياة التي يوقن الكل بانقضائها وفنائها وزوالها وانتهائها، وما هي إلا ليلة بعد ليلة، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مراحل يدنين الجديد إلى البلا، ويوصلن أعضاء الأنام إلى القبر، ويتركن أزواج الغيور لغيره، ويسلبن ما يحوي الشحيح من الوفر. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ومدرسة الصوم تعلمك مراقبة عالم السر والنجوى، وأنك الذي تترك طعامك وشرابك وشهواتك من أجل خالقك الذي ترجع إليه وتؤول إليه وتعود إليه سبحانه وتعالى إيماناً به وتصديقاً بما أنزل وبما أرسل وبما بيّن وبما فصل جل جلاله وتعالى في علاه، فينمو عندك الإيمان وحقائق تقوى عالم السر والإعلان، وتخرج من ورطات طغيان الشهوات وطغيان الأهواء وطغيان زخرف الحياة الدنيا وزينتها التي أغوت الكثير، فلم يبقوا لها ولم تبقى لهم، ولم يدوموا لها ولم تدم لهم، ثم خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها المؤمن بالله، منن التقريب جاءتك، منن التنقية جاءتك، منن الترقية الكبرى جاءتك، بما جعل الله من سر الصيام، وبما جعل الله من حقائق القيام، وبما جعل الله من تلاوة كتابه الذي هو أعلى وأجل ما تفكر فيه ذهن وأدركه عقل وتلاه لسان، كلام العلي الحكيم والإله العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. فكن ممن بسر الصوم تنقى وتطهر من أكدار وساوس النفس والشيطان، ومن ظلمات اتباع الهوى وأنواع الفساد والطغيان، وأدرك الحقيقة وأنها خليقة خلقت بحكمة من الخالق جل جلاله، فاستمسك بالعروة الوثيقة واستعد للقاء الحق جل جلاله متزوداً من هذه الحياة الدنيا التي حقائق صفوها ليست لمن ملك ذهبها وفضتها ودولاراتها وجنيهاتها، ولا لمن ملك حكمها، ولا لمن ملك سلطتها، ولا لمن ملك عقارها، ولكن لمن اتصل بالله في هذه الدار فطاب له الحال والمسار، وتولاه عالم السر والإجهار
في السر والإجهار بما هو أهله، فوقاه شر النفس والهوى، وأنزل عليه الطمأنينة والسكينة. وعامة أرباب الملك وأرباب السلطة يعيشون على ظهر الأرض في غصص، ويعيشون على ظهر الأرض في مشاكل وآفات وتعب وهم وغم وضيق، حتى يلقوا الله بوجه غير لائق بعبد أن يلقى به ربه، ظلم وخالف الأمر وارتكب المحرمات والنواهي، وعظم نفسه ونسي خالقه، وعظم الدنيا ونسي الآخرة، فيلقى الله سبحانه وتعالى بذلك الوجه الأسود، الوجه البعيد عن إدراك الحقيقة، الوجه الذي ينخذل ويخزى ويذل أمام العلي الأعلى جل جلاله، وينتقل إلى عذاب القبر والبرزخ، ثم إلى عذاب القيامة، ثم إلى النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، جزاء ما كذب، جزاء ما عصى، جزاء ما خالف، جزاء ما أساء الاختيار في مساره في هذه الدنيا. أيها المؤمنون بالله، نرقى بأسرار الصيام إلى قرب من الملك العلام، وإدراك كيفية التعامل مع هذا الزائل من الحطام، وأن نأخذه من حله ونصرفه في محله، ونكتفي بما تيسر لنا من البلغة زواداً لدار المقام والخلود والأبد. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى، في علاه وصفو الحياة الدنيا من طمأنينة ومن سرور قلوب ليس إلا للمؤمنين الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الرحمن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا فأحكموا رابطتكم بعلام الغيوب، وبمن أرسل من الرسل الذين ختمهم بحبيبه المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فاستمعوا إلى آياته وعظيم تنبيهاته، وأصغوا بقلوبكم إلى قرآن ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، وطهروا به الجنان وتنقوا عن الأدران، فإن الله يقول وقوله الحق المبين. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب، منه المبتدأ وإليه المرجع والمآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز المالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. هدانا إلى أشرف المسالك، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المُنقِذِ من الزيغ والضلال والمهالِك سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه ومن في منهجه سالِك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين، ساداتي أهل القُرب منك السالِكين أشرف المسالِك، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين من كل منيب ناسك، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما وقد مضى عليكم أكثر من ثلث الشهر، وأيام المدرسة الصومية القيامية القرآنية، فانظروا ما حصلتم وما تستقبلون به بقية شهركم، فإنه الغنيمة لمن أدرك هذه المنن العظيمة، ولمن أدرك أن الله لم يفرض علينا صياما ولم يسن لنا قياما لحاجة منه إلى أحد منا، ولكن ليطهرنا ولينورنا وليرقينا ولنظفر بما عنده من كنوز يفوز بها من يفوز، من رضوانه وإحسانه وعظيم امتنانه وسعادة الدنيا وسعادة البرزخ وسعادة الآخرة، على وجه الحقيقة لا على وجه الخداع والكذب والغش، كشان إبليس وجنده من الذين يسوقون الناس ويقودونهم بالشهوات والأهواء، فيضلونهم ثم يرمون بهم في لجج المآسي والآفات والأتعاب في الدنيا، وأشق منها وأشد ما هو في الآخرة. أيها المؤمنون بالله، وقد شرفتم بكرامة الإيمان بهذا الإله تعالى في علاه، أحسنوا النظر في مرور الأيام عليكم واستفادتكم من هذه المدرسة النورانية الرحمانية الربانية المطهرة للقلوب والمنقية عن درن الذنوب والعيوب، في شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وعتق من العذاب وعتق من النفاق وعتق من الأسواق. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، شانكم مع الصيام كيف هو، وشانكم مع ليالي رمضان كيف هو، أما إنها تذكرة لمن تذكر، أما إنه يجب أن يكون زمام أمرنا لمن يستحق أن يأخذ زمامنا. ومن هم أرباب الشهوات؟
أرباب الفسق، أرباب الدعاوي في صلاح العباد والبلاد، وهم المفسدون الذين تقوم شؤونهم على الظلم وعلى الفخر بأسلحة الدمار وعلى سياسات المخادعات وضرب العباد بعضهم البعض وسلب ونهب الثروات وإغراء الخلق بما يضرهم دنيا وآخرة جسداً وروحاً، أهؤلاء يسلم لهم الزمام أو يتأثر بما ينشرون من كلام وما ينشرون من أزياء؟ حتى في ليالي رمضان وأيام رمضان يغتر من يغتر بالتأثر بهم، لأن زمامه ما ناله شرف التسليم للإله العلي العظيم والاقتداء بالنبي الكريم الأرحم الأعلم الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا يكون عنده من اكتشف جهازاً أو طائرةً بلا طيار، لم يعرف خالقه ولم يدري لما خلق ولم يدري ما هو المصير وإلى أين يسير؟ ماذا يساوي أرباب هذه المظاهر أمام صفوة ارتضاه المالك المنشئ البارئ الفاطر وختم به الرسالات وجعله نوراً لجميع أهل العقول من المكلفين إلى يوم الميقات؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فانظر كيف ليالي رمضان معك ومع أهلك ونصيبك من القرآن. ربما قد مضى ثلث الشهر ولم تقرأ نصف القرآن ولا ثلثه، ولم تختم ختمة ولا ختمتين. أظننت أن هذا الكلام الذي بين يديك هين أو سهل أو أمره يسير؟ إنه أعلى وأجل ما نظرت وما سمعت وما فكرت وما تأملت. لا يمكن أن يكون في كلام إنسي ولا جني بل ولا ملك مثل كلام العلي الأعلى الذي أحاط بكل شيء علما، خالق كل شيء ومليكه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أحسن علاقتك بكتاب الله وتأمل ما في آيات الله، فإنها جاءت لشفائك وجاءت لتنوير باطنك وجاءت لتعريفك الحقيقة وجاءتك لتقودك إلى الجنة. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. كانت حتى أسواق المسلمين في رمضان وغير رمضان فيها المصاحف في الدكاكين وفيها القراء في وسط السوق حفظاً ونظراً، لا يهجرون كلام ربهم لما أدركوا من الحقيقة. أيها المؤمنون بالله، داهمنا المفسدون على ظهر الأرض ليفسدوا الأفكار ويفسدوا المسار ويفسدوا الأخلاق ويغروا بالدنايا والآفات. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقد حذرنا صاحب الرسالة من أن نكون إمعات نتبع أرباب الغفلات. لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نعوذ بالله من غضب الله. يا صاحب المدرسة النورانية خذ نصيبك منها، وبقية الليالي اغنمها. إذا قمت في رمضان قم قيام المطمئن، المطمئن في ركوعه وسجوده، الراغب في القرب من ربك، الذي له التشرف وله الكرامة بالخضوع بين يدي خالقه ومالكه جل جلاله وتعالى في علاه بركعات وسجدات يطمئن فيها، ويسأل الحق جل جلاله، ويستمطر عظيم رحماته، ويستدفع البلاء عنه وعن هذه الأمة. أيها المؤمنون بالله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فحذاري من التبعية من لا يستحق التبعية بل يوصل إلى العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، في أزياء أو في أفكار أو في أخلاق ومسار، فنعم القدوة النبي المختار، وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الذي حول مدرسة رمضان من سر صيام وقيام وذكرى للمعاد والرجعة إلى غفلات وكثرة ألعاب، وإلى أسواق فيها اختلاط، وإلى أزياء فيها إظهار العورات وإثارة الشهوات؟ من حول المسار؟ من الذي غير المسلك؟ وكيف يتبع؟ وكيف يرتضى؟ وكيف ينقاد له؟ إن الرحمن الذي خلقكم جاءكم بموسم فيه تجربون وترتقون وتعتلون وتدركون الحقيقة وتستمسكون بالعروة الوثيقة، فمن أغراكم أن تتنصلوا من منهاج ربكم وحكمة موسم البركة والخير إلى أن تكونوا أتباع من لا خير فيه ومن لم يخلقكم ولم يرزقكم ولا ترجعون إليه ولا يستطيع أن يحكم ساعة غرغرة أحدكم وموته ولا حالته في قبره ولا إليه حشره ولا نشره؟ أيها المؤمن بالله، أفق واستيقظ، واعلم أنه ينبغي أن يكون رغبتك واجتهادك في العشر الأواسط أكثر منها في العشر الأوائل، واعلم أنه يجب أن تكون أرغب وأطيب في العشر الأواخر منها في العشر الأواسط، فتلك سنة محمد، وذلك هديه الذي هداك به ودعاك إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد ميزره للعبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خذوا نصيبكم من سر صيامكم ومن بركة قيامكم ومن شرف ارتباطكم بكلام ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، وارتقوا في التنزه عن السب والشتم وسوء الظن بعباد الله والتبعية لأعداء الله التي ضرت عباد الله وأوقعت المسلمين في تشابك وتشاحن وتطاحن وحروب بينهم البين، وإهدار للطاقات والثروات، وإزهاق للأرواح، وقتل للنفوس، وسفك للدماء، وانتهاك للأعراض. اللهم أيقظ الأمة، اللهم خلصها من هذه البلايا والغمة، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وهيأ لكم فيما يعملون من هذه الفتن وفيما يروجون له من بعض الأمراض، وما أكثر الأمراض الظاهرة دون القلبية والباطنة التي غرق فيها أكثرهم
الظاهرة ما أكثرها وما أكثر تنوعها وما أكثر تعدد نسبة الوفيات فيها، ويروجون لواحد من الأمراض ترويجا، ويهوجونه تهويجا، ويؤذون به عباد الله جل جلاله، ويظهر للعاقل عجزهم وضعفهم وإحلال الله المصائب بهم، ويظهر للعاقل كذبهم وافتراءهم. أيها المؤمنون، جميع الأمراض والعلل ليس دواؤها عند شرق ولا عند غرب، ولكن عند الذي يمرض ويعافي وبيده العافية وحده جل جلاله. وقال الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومهما قمت بالأسباب فلن يفيد إلا مسبب الأسباب. وانظروا لطف الله في كثير من المؤمنين، وينسب أكثرهم إلى بلدان فقر وإلى بلدان ضعيفة، وعندهم لطف من القوي المتين جل جلاله، في الإصابات وفي الوفيات وغير ذلك، وينعمون بالاصطفاف في صفوف الصلوات، ملتصقين متقاربين كسنة نبيهم خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم، في أمن وطمانينات وحقائق سعادات وخيرات كثيرات. من الذي لطف بهم؟ من الذي أذهب الأسواء والأدواء عنهم؟ من الذي وفقهم؟ من الذي هيأ لهم هذا الأمر والحال في وقت أريد أن لا ترفع رايات للمساجد وبيوت الرحمن، وأن لا تعظم سنة سيد الأكوان، وأن لا تتصل القلوب بعبادة الرحمن؟ ويابى الله إلا أن يتم نوره. ألا فاحمدوه واشكروه، واغنموا بقية أيام شهركم ولياليه، واستعدوا في العشر الأواسط للعشر الأواخر، وكونوا فيها أطيب ومن الرب أقرب، مدركين حقائق الدنيا والمنقلب، لتمشوا على خير مسلك ومنهج ومذهب في منهج سيد العجم والعرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك للأمة في شهرها، واكشف عنهم ضرهم وآفاتهم وأسقامهم الظاهرة والباطنة، وخلصهم من سلطة أعدائك ومن لعب الفساق والأشرار بهم في مختلف مساراتهم. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وأعد علينا عوائد بدر وأحد. وفي مثل هذا اليوم كان نبيكم خارجا من المدينة متجها نحو عير قريش، فأراد الله أن يكون يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان، ويحق النصر للمصطفى وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي مثل هذه الأيام كان خارجا أيضا من المدينة المنورة متجها لفتح مكة المكرمة، وفتحها الله على يديه في أواخر رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقام أمر الله فيها، وقال لأهل الطغيان ولأهل البغي ولأهل القطيعة ولأهل الخديعة ولأهل الأذى والضر ولمن وضعوا السلا على ظهره ورموه بالحجارة ولمن قاتلوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبان أن الأمر فوق تصورات البشر وغيظهم ونفسياتهم، وأنه دين ووحي من رب العالمين وشان عظيم فوق مقاييس الخلق ودولهم وما يجرون به في حياتهم. أيها المؤمنون بالله، اغنموا بقية الأيام، وخذوا سر الصيام وبركة القيام وشرف الاتصال بآيات الله في القرآن المنزل. اللهم املأ قلوبنا بأنوار القرآن والصوم والقيام،
واجعلنا من المتحققين بحقائق الإسلام والإيمان، المترقين في ذرى الإحسان، الواصلين إلى مراتب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. يا كريم يا رحمن، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وأكثر الصلاة والسلام على من به هداكم الله ودلكم على الخير والهدى، محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمته المسداه، فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولقد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناشر العدل في الآفاق والمتخلق بكريم الأخلاق، الحليف المحراب، المنيب الأواب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن، منفق الأموال في طلب رضوان المنان، من محي الليالي بتلاوة القرآن، أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وبابه مدينة علمه، ناصر الحق بالحق، الليث المنيب، الخاشع الموقن، من ارتقى علي المراتب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحان زينبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يخرج من رمضان وهو من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم وزدنا من المغفرة منك ومن نتائجها وآثارها رقيا في مراتب القرب من حضرتك والمعرفة بك والمجاورة لأحبابك وصفوتك والخلود في دار كرامتك وفي أعلى فراديس جنتك. ارحم موتانا وأحيانا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالحسنى، وفرج كروب المسلمين، وادفع البلايا والشرور عنهم، وأعد عليهم عوائد الصيام والقيام بكريم الأخلاق وحسن العطف والمعاونة بينهم على كل ما يرضيك. اللهم وادفع عنا وعنهم البلايا والرزايا، واكفنا يا خير كافي جميع الآفات والعاهات والشرور في الظواهر والخفايا. اللهم واجعله من أبرك الرمضانات علينا وعلى أمة نبيك محمد. اللهم واكتب لنا فيه القبول، وأنلنا غايات السول والمامول، وفوق ذلك مما أنت أهله يا بر يا وصول يا أرحم الراحمين. اللهم واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.